وقف الحكومة الكويتية تمويل مشاريع الاستيطان في سوريا رسالة سياسية واعتراف بفشل مشروع الأخوان. جاء إعلان دولة الكويت رسمياً إيقاف منح الموافقات لتنفيذ المشروعات الخيرية الإنشائية في سوريا في 12 من ديسمبر عام 2022 ليكون إقراراً رسمياً بنهاية مشروع الأخوان المسلمين في سوريا. وشملت التعليمات الجهات الخيرية البالغة نحو 64 جمعية للعمل بتعميم والالتزام بما تضمنه. لم تنخر الدولة الكويت حكومياً في دعم مشاريع الاستيطان في المناطق التي تحتلها تركيا شمال سوريا وبخاصة عفرين، بل جاءت التدفقات المالية باسم الجمعيات الخيرية والإغاثية بعنوان دعم ثورة الشعب السوري، وبذلك لم تحرق الكويت سفن العودة سياسياً، فيما لو أفضت الأحداث في سوريا إلى مسار آخر، وهذا ما حصل. سلام الله عليكم ورحمته. من شعب شجاع صار ربع سكانه مشرداً. يذكر أن المعارضة السورية ممثلة برئيس الائتلاف حينها بالمعارض المستقيل أحمد معاذ الخطيب شغلت مقعد سوريا في القمة العربية في الدوحة في 26 من مارس عام 2013، ودعت القمة إلى دعم المعارضة السورية واعتبارها ممثلاً للشعب السوري. واحتضنت الكويت القمة العربية التالية في 25 من مارس عام 2014، وتم التأكيد مجدداً على دعم المعارضة السورية بوصفها ممثلاً للشعب السوري. وخلال السنوات الماضية طرأت تحولات جذرية على الأزمة السورية، واليوم ميليشيات المعارضة السورية محاصرة في الجيوب التركية شمال سوريا، وتنخرط من وقت لآخر في الاقتتال الفصائلي، فيما فقد الائتلاف وزنه السياسي، وهناك مساعٍ لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، فيما يتواصل التنسيق التركي الروسي، وأنقرة تدعو إلى المصالحة مع دمشق. من المؤكد أن الحكومة الكويتية قرأت مجمل التحولات، وجاء قرارها استناداً لقراءتها، ويستبعد أن تكون قد تأثرت بمساع أو استجابت لمناشدات بوقف تمويل مشاريع الاستيطان، ما يؤكد ذلك أن القرار صدر بناءً على توجيهات الخارجية الكويتية، ويمكن اعتبار القرار رسالة سياسية واعترافا ضمنياً بفشل مشروع الأخوان في سوريا، وتمهيداً لخطوات التطبيع العربي مع سوريا بعد سنوات من دعم المعارضة. وكانت الرئاسة الفلسطينية قد سبقت حكومة الكويت باتخاذ مثل هذا الموقف، فقد ردت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بكتاب رسمي في 15 من سبتمبر عام 2022 على رسالة باسم أهالي عفرين للرئاسة الفلسطينية حول التمويل الفلسطيني لمشاريع الاستيطان في عفرين، سلمت إلى القنصلية الفلسطينية في أربيل في 8 من سبتمبر عام 2022. وشددت الوزارة على رفض توطين أي فلسطيني تحت أي مسمى على أرض كردية أو غير كردية، والقبول بالمساس بحقوق وممتلكات العائلات في عفرين وغيرها من المناطق الكردية في الشمال السوري.